بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرضي كل أنتي ونكسن سوى دواء هذا في صدني علمي قبل الشدة، وحينه ما أنت إن شاء الله تعالى قاضي ليك دونا أما شرحا دونا عتب كين اللحاد وكه اللي يح وحكا قبل الشدة على هذا الدنيا صومري أما الدنيا بقى كه اللي يح قارحان وحينه عشر كين الكوات كو قاضي دونا والرضا عالمي قا يشقوين كودا يوحي له أساسي. أوكي عشر كانوا مركا سأوجي دامبا وحي يلان دونا أوجي دوين أرددو وحي أوضو يلان دون تامركو عشر كل ماضو إنه يقرتان الرضا عالمي أي واجبات كون إنه شرحي كرا غفكو والرضا عالمي أدونك كجري أدونك أقوان سيهاي أي واجبات كون هدو لهاي دو إنه يتبيان مهمدة أساسي أي الرضا عالمي أرددو إنه سوشي كران أما شرحي كران مهمدة أي ليهين الرضا عالمي أدوني ذي كجري إني بعدين باران رماها سوابي دجال كوا الدنيا إن أردو رزق يمارك تي بارتان قصة ميان دجال كوا الدنيا محاسوي إن لول يو أما دتك لقدا الدعيو إني جد باهي لاقب النبضة يو سيابه الله حليو خلافاتك أردو إنتاس أو غضب أو أفرت شن تا غضب أيوة أوضو يرن دونا إن شاء الله تعالى مركو عشر شرحنا قيبي سكال دول كبعدنا أي نمارك تي حسكو يدين هدول لهيدن هردع وحنو كهذا دونا هيلا أورهذا عالمي جاء أيهين قرن جل بعثنا دنيا وحكة دعين لبعض قال هو وين دقال كوا دنيا أو دعائي كون سقال بقول أفرج تمنكي إلا كون سقال بقول استي تمنكي وهو دقال كوا دنيا كدعي أما دقال وينه كوا دنيا كدعي دقال كلا بعض أما دقال كي لبعض الدنيا ده، دقال وينه لبعض الدنيا ده، أو دعيكون سجال بقصد دنيا سجال كي سعودي إلى كون سجال بقول أفرتن إيشنتي، دقال أول مرة كده طبعا واحد جري، وضمه كله قله، يجود دون أي معركة إن على السميد دعوة نبض له له، الدون كنا أقصو من هذا معركة نبض، سمر كان على السميد دال لقصو جيو نبض الدونك. مدحونه الأورنجيري وودرو ويلسون أيا جاري فرانسيسكا بشي ديسمبر كون سجال بقول يشتدي تبانكي يسوي هالكهرباء إنه وقف قاله شركة نبض إيه باريس وحنا صوبا نيجي أفريق تبان غضب أو لو حكى ما ينكره أما لو جور تي كره إن دجال دجال كله دونه دي بقدر عن أما دجال كله دونه إنه دب معن أصل نقضه شان كم إذا إن شاء الله تعالى مهمة جار لها شان تحصل لها كوكا ديك دورنا. وحقوق روسية وإني سندعين هالشيسية قرصودية ونحمر وضم هذا. وحقوق قضوا كلمات كدقي إن بلجم هالشوخ مدح برناني دم مصر. وإن تلك بولن إن لو سمي دولة مدح برنان أيو سوجي دي أو كلام. وحكى له كه اللي حرية ذها بضها دونك وآه إن معركة يا دونك ويشو نقض حدوده أما حقوقه أي وضيشان ودم كثير سن أرك أو مضها قيبها أيدل وإن يعني سميستان أر قيبها صورنا يعني دلالك صورنا سوي مشرك باريس إن سميستان هل أر سيلوغه هرتو الدنيا دقالت كسول اللابتا مدحوينا مركا رود ويلسون أما ويلسون وحو أمن سنة إن دوني دو يعني أي سنة مارك تي كسو قبا قبا ودي أما أرجيني يأدونك إن نبض وارتا كدعبا دقالة يأدونك إن كسو قبا قبا بين سلامار كان نبض وارتا أدونك إي كدعبا وحن كوهر انتشين دونا ورودي عالمي ها أدونك جري أورك أغوري أدونك صومر لأورن جري أورك أمضها أورك كان طبعا وحوها أور عالمية وأدونك أقوى سنية هاي وحجري مركز إسكوديو لزو كان يدلك أو ودجرة أما سو ودجرة دلك يسوي مادان سيوصل بيسان أر عالمية أو لويق عن أر وضعها شو مارك تي أر كاس واحد مركز الأساس دجال كل بعد الدنيا كذب على الأساس مركز اللي قلنا أر كاس أنا كهذا شوكل حيلا بوينتي ده اسمه مهم بيكوين أر كاس واحد الأساس أنا شفت أر والبحلي جل الأساسي سينو كارك دون عشرة دين واحد نشيك دون أر والبع عالمية وقت الأساسي وجودين كله أساسي
waana waxyaalaha ugu muhiimsan qofku inuu ogaado imtixaankana ay macquul tahay in laga weydiiyo. Marka ururka ummadaha adduun waxaa la aasaasay dagaalkii labaad ee dunida kadib baa la aasaasay. Waxay ahayd marka ujeedkiisa guud ama ujeedkiisa waxyaalaha ugu muhiimsan ujeedkiisa muhiimka oo loo aasaasay waxay ahayd in la dhowro nabadda iyo xasilloonida dunida, in adduunka maaragtay aysan dagaalo labaad oo dambe aysan ku soo noqon noqon. waxaa kaloo rajaynayaa ururkan inuu baajiyo dagaalo kale oo caalami ah oo adduunka ka dhaca ama ka dilaaca ama qarxa oo adduunka dib ugu soo bilaabta. fikradda lagu aasaasay ururka ummadaha waxaa iska lahaa Mareykan iyo Ingiriis, labaduba waa u dhammaayeen, mid gaara ma lahayn, laakiin labaduba waa lahayn. shirkii Paris ayaa lagu ogolaaday tasuurka ama xeroosaadka ururkaasi yeelanayo. waxaana la doortay dalka Switzerland inay noqoto xarunta ururka ummadaha ee caalamka. bilowgii ugu horreeyay ururka waxaa la xadiday in laga mid noqoshaha xubin ka mid noqoshaha ururka ayaa aad loo adkeeyay waa markii hore, laakiin waxaynu arki doonaa in dib ururo badan, yacni sida qodobkan ku arkaysaan, waxaa ku soo biiray oo ka mid noqday ururo badan ayaa xubno ka noqday. ururku wuxuu xoogga saaray arrimaha soo socda. in lagu dhameeyo waanwaan iyo wada xaajood haddii khilaaf soo kala dhex galo dalalkii adduunka, in la dhowro madax banaanida waddan kale ama waddanada maaragtay kale ee dunida ka jira, hub dhimis in la sameeyo oo hubka layska dhigo oo dunidu yacni dagaalkii koowaad dunida wuxuu ahaa dagaal dhibaato badan adduunka soo mariyey, saa daraaddeed marka in hub dhimis lagu sameeyo oo hubku yaraado, yacni hubku waxyaalaha ugu horreeya ee ka qayb qaata in dagaal dhaco, in la cunaqabateeyo kuwa gardarrada bilaaba, ciddii gardarro dama adduunka ku soo kordhisa oo dagaal dama bilowda oo fowdada horkacda, in adduunku ku soo rogo cunaqabateyn, waxna aan laga iibsan, waxna aan la geyn, dhan walba laga curyaamiyo oo cunaqabateyn lagaga sameeyo. waxaan halkaa kaga gudbnay ururka ummadaha, waxaan u soo gudbaynaa ururka qaramada midoobay ee hadda aynu naqaana adduunka. ururkan waxaa la aasaasay ama markii ugu horreysay 45 ayaa ahayd dunida markii la sameeyey ururkan oo adduunka lagu arkay. waxaa la sameeyey ama waxaa loo sameeyey inay bedesho oo ay gasho booskii ururkii ummadaha, kaasoo awoodi waayey inuu joojiyo gardarrooyinkii ama dulmigii kaligii taliska ahaa. xeerka hoosaadka ururka qaramada midoobay waxaa lagu qoray magaalada San Francisco 1945. ujeedooyinka loo aasaasay maxay yihiin marka ururka ummadaha? in la adkeeyo nabadda, lana suuliyo dagaalka ama dagaal dambe adduunka inuu ka dhaco ayaa ujeedkiisu ahaa, in la suuliyo ama in la baabi'iyo dagaal, lana adkeeyo nabad waarta oo adduunku helo, in xididada loo siibo oo la baabi'iyo wax allaalaya wixii keeni kara iska hor imaad, iyo in la dhiirigeliyo iskaashiga dunida ee dhanka dhaqaalaha, bulshada, waxbarashada, sayniska iyo dhaqanka. intaas oo waxyaalood, in dunidu iska kaashato, la dhiirigeliyo wax kastoo horseedi kara, wax kastoo horumarin kara, dhaqaalaha dunida inuu kor u kaco, bulshadu isdhex gasho, waxbarashadu kor u kacdo, dadku wax bartaan, sayniska horumar laga gaaro, adduunkuna yeesho ama wadamada ka mid ah ururkaasi ay noqdaan ururo dhaqaale leh. in xuquuqda qof kasta ama dadka oo dhan la dhowro oo qofna aan xuquuqdiisa lagu xadgudbin ayaa ka mid ahayd ujeedooyinka loo aasaasay qaramada midoobay ama UN-ka waxaynu hadda u naqaanay. laamu leeyahay dabcan, dee urur walba oo jira qaab function ama qaab u shaqeeya buu leeyahay. marka laamihiisi baan halkan ku soo qaadan doonaa. laamaha ugu waaweyn qaran ururka midoobay waxay ahaayeen 6: golaha guud ama golaha loo dhan yahay, golaha ammaanka, golaha xoghaynta, maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah, iyo golaha dibaalka ee adduunka oo ka mid ah isaguna golayaasha, golaha dhaqaalaha iyo bulshada. intaasi guud ahaan ahaayeen ujeedooyinka loo abuuray. waxay ahayd xakamaynta gaajada ka jirta dunida, istaraatiijiyada in la keeno, yacni lagu horumarinayo farsamaha iyo xirfadaha, iyo
يعني أوركان كهذا إنه وجود بين وحوي هي أدى من تدا أدونك فاولوا يقانه وجودين كل أساس حكم ذهيب وحنو وجود بين أمريكا هي أدى من تدا أدونك من تدا يبيرها أدونك فاولوا يقانه وجود الله روحه هيد كو حكمين تا جاجدا أدونك جرتة إيو استراتيجية استراتيجية وين هي هرمريسو farsamada iyo xirfada habka cunno soo saarida iyo kaydinteeda iyo qaybinteedaba waa ururka FAO waxyaalihii loo aasaasay waxaan u gudbeynaa ururka caafimaadka adduunka WHO WHO baa loo dhahaa oo kale ururkan waxa la aasaasay ku saabsan 48 dii waxa loo aasaasay ama ujeedkiisu ahaa inuu xakameeyo isla markaasna horumariyo heerka caafimaadka adduunka xaruntiisana waxa laga dhigay Geneva ee dalka Switzerland. Barnaamijka deegaanka ee qaramada midoobay oo isaguna ah waxyaalaha qaramada midoobay adduunka qabato xarunteeda waxa ku taala dalka Nairobi waxa la aasaasay 1970-kii waxay sare u qaadaysaa iskaashiga dunida ee arrimaha deegaanka oo ay ka mid yihiin hawada, biyaha, xayawaanka, badda iyo keymaha. Dhamaantood intaasii وأرمها لو حلساري برامج كديجان كإقرار مدى مدوبي. أوكي. بنك يقدونك. World Bank. W ده اسمه حيوتان ته World بيدنا Bank. بنك يقدونك. طبعا واحد بضم بينه مغلي بنك يقدونك أو وركي سوء إنه معصوم. وحكر لهم على بنك عالمي يا دبو ديسكا. يهور مرنت. مقع على بعض ولا يهوي. بنكي وحمال قريه مشاريع وحنا أماسية ودمده سكرية ضلك سكرية أيو أماسية وحلا أساسي كوسا قال بقول أفرتني شنتي وضيال كلا الدنيا هي كدم بي هي الله أساسي حرونتي سوح كوتا على واشنطن دي سي ضلك أمريكانكا هل كان وحنا كيوجد مني أوركا قرمة اللي يراهدو وول بانكي يلا كيوجد مني وحنا قال لنا أورك جامعة العرب، وحنو قلينا أمريكا أرضي عالمي جها الدنيا ذيك جري. أورك جامعة العرب هو مركز سوقه الرئيسي بشي مارسو كن سقال بغل فرتني شنتي أي واحد سويمي تضبطل أو عربة أي شيء سويمي وجيت كذوها إن أساسان أور عالمية إن إنسان أور عالمية أو دناها عربية الدنيا ذيك هالله تضبطل هاي مصر سوريا، جوردن، لبنان، سعود عربية، اليمن، أي واحد صحيح ذن حركة أورك جامعة عربته الدنيا ذك جرا. كاسو أساس كيسها موجود كيسها نشجعني إن جامعة عربته أما أورك جامعة عربته وقول ليه دفاعه حقوق ذا دلال كعربية الدنيا ذك جرا. جودين كيس مهم كهاي لعب روح كم ذا هيكو إن الدورة من نمذا وضمد عربته. إن اللي يجي لي إسكاش يقدر يحمر وده ما عرفت حمناها كأيوة إسكاشنا يا رماه كم يديهن دقالها لعقتها لقنك إسجارسينتا دفاع عدالة بالشدة إيوه عفماتك أنت هسوي هايين هاي الأقوى مهم سنة الله أساسي أورك جامعة عربتها إن لا تاجر ضد كعرب أما ضل كعرب وليكو هصنال هريدة قمي سجائن يجا نسيد الله تاجر لها لا يفكروا أوكي لا ما هقول لي أورك جامعة عربته waxay kala yihiin golaha guud gudiga joogtada ah xogaynta guud saddexdaas koow gudiga guud golaha guud gudiga joogtada ah iyo xogaynta guud af saddexda qaybood uu kooban yahay ururka jaamacadda carabta marka waxa kale oo ku soo biiray dalal kale oo Soomaaliya ku jirdo 1974 tirada marka xubnaha hadda ka ah waa 28 dal ayaa haddeer ka ah ururka barwaaqo sooranka ee dunida ka jira ee ah ururada caalamiga ah ee la yaqaan ururkan wuxuu ka kooban yahay sidiisaba ingiriiska iyo dalalkii ingiriisku hore u gumaysan jiray buu inta badan ka kooban yahay ururka barwaaqo sooranka xubnaha gudaha weyn waxa ka mid ah ingiriiska waa 4 dal Canada أستراليا ونيوزيلاند وأفرت دل أجو وأوين أوركاس
dalal kale waxa ay ka mid noqdeen ururkooda markii ay heleen madaxbannaanida waxa ku soo biiray dalal kale markii ay heleen madaxbannaanidooda dalalka Hindiya iyo Pakistan waxay ahaayeen dalalkii ugu horeeyay ee xubnaha ka noqday ururka 1947-dii wadan waxa jira marka afrikaan ah oo ka tirsan barwaaqo sooranka Botswana waa kamid ah waxa kamid ah Kenya waxa kamid ah Tanzania waxa kamid ah Uganda waxa kamid ah South Africa waxa kamid ah Nigeria intaasii waa ururada waa wadamada afrikaanka ah waa lixda dal ee ka tirsan ururka barwaaqo sooranka ah ee odaga uu yahay Ingiriisku ujeedinka loo aasaasay ururka barwaaqo sooranku arday waa in sare loo qaado nabadda iyo isfahanka dunida oo dhan inuu ka shaqeeyo inuu sare u qaado horumarka wadamada soo koraya ee xubnaha ka ah inuu dhiirigeliyo iskaashiga ganacsiga ee gaadiidka isgaarsiinta ee dhex ka dhaxeeya wadamada xubnaha ka ah ururka inuu ku dadaalo helitaanka xuquuqda aadamaha ee aasaasiga ururka midnimada Afrika ururkani wuxuu ka mid ahaa natiijooyinkii ugu waaweynaa ee ka soo baxay shirkii la oran jiray Pan-Africanism waxay ahayd xorashada ururka midnimada Afrika markii shirkaha la qabtay Pan-Africanismka la qabtay Pan-Africanismku waxay ahayd fikrad loola jeedo yacni wuxuu ku sharaxayaa kelmadda Pan-Africanism oo ahayd hadal waxa weeye fikrad loola jeedo midnimada laga dhex abuuro wadamada afrikaanka ah Pan-Africanismku mudnaanta waxay siinaysay ama mudnaan ma siinayn waxa sorry mudnaan ma siinayn jinsiyadda dhalashada iyo diinta waxay ka hadlaysaa in wadamada Afrika ay helaan xornimo xornimo noqdaan wadamada Afrikaanka intooda badan waxay xornimo qaateen madaxtinimada waxa la leeyahay xornimada waxay qaateen 1960-kii wixii ka bilaabmay ujeedooyinka ururkaas loo aasaasay muhiimka waxaa ka mid ah in sare u qaado muhiimadda wadamada Afrika inuu ciribtiro gumaysiga inuu dhigo asaas adag ama inuu dhigo asaas adag si ay wadamada Afrikaanku wada noolaadaan isuna kaashadaan waliba si nabadgelyo isu kaashadaan inuu isku dugo siyaasadahooda goobaha qaarkood yacni marka ay isugu yimaadaan shirarka caalamiga ah inay ka midaysan yihiin siyaasadii aragtidooda laamaha ka kooban yahay soo gabagabeyn waxa weeye insha Allah ta'ala soo gabagabeynayna casharkeena golaha madaxa banaan ee dawladaha golaha wasiirada xogaynta guud gudiyada dhexdhexaadinta dib u heshiisiinta iyo garsoorka iyo xoreynta qaramada midowga Afrika oo casharkeena ku soo gabagaban doono waxa la aasaasay 1999-kii waxay dalalka Afrikaanka goosteen inay sameystaan urur ka hadla xoreynta dalalka Afrikaanka oo idil ama ka hadla ujeedooyinkooda iyo hadafyadooda ay leeyihiin waxay go'aansadeen inay mustaqbalkooda la yeeshaan iskaashi dhaqaale ama iyagu mustaqbal ahaan yeeshaan iskaashi caalami oo iyaga gaar u ah Afrikaanka gaar u ah say u sameeyeen markaas ujeedadu waxay ahayd in loo sameysto ururkaas midowga Afrika talaabadan ururka lagu aasaasay waxaa la qaatay January 1999-kii qaybaha uu kooban yahay marka ururka midowga Afrika waa golaha madaxda dawladaha guddiga fulinta guddiga gaarka ah iyo guddiga wakiilada joogtada ah waxaa kaloo ku xiga guddiga ammaanka iyo nabadda waxa ka kooban yahay 5 qaybood waxaa ku xiga baarlamaanka israca Afrika oo ah xubinta lixaad oo ka kooban yahay ururkaas shirweynaha islaamka ururka shirweynaha islaamka ayaan ku soo gabagabeyn doonaa ururka shirweynaha islaamku waa urur ay ka kooban 56 dal oo islaam ah inay ka wada tashadaan ama wadaagaan wadashirka ururka shirweynaha islaamka wuxuu ka hadlayaa inay wadamadaasi wadaagaan khayraadkooda ururka waxaa la aasaasay 1969-kii bishii September ayaa la aasaasay lix bilood ka bacdi shirweynaha shirkooda ugu horreeya ayay yeesheen lix bilood ka bacdi markii la aasaasay waxaan lagu qabtay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga shirkaas waxaa marka lagu aasaasay xogaynta guud ee joogtada ahayd si loo hubiyo isku xirnaanta isla shaqeynta iyo xiriirka ka dhexeeya
ururada ku midaysan shirweynaha islaamka. Ujeedooyinka loo asaasay waxa weeye inuu ilaaliyo midnimada ururada islaamka ah ee dunida ku jira, iska kaashadaan siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada, dhaqanka iyo goobaha cilmiga. Waxaa kaloo waxqabad lagu ilaalinayo goobaha barakaysan ay ka mid tahay magaalada Madiina iyo magaalada Maka ayaa iyaguna ka mid ahaa. In lagu taageero halgan la sameeyo ama siyaasad iyo barnaamijyo la keeno lagu taageero wadamada ku jira inay madaxbannaanidooda helaan. Laamaha ka kooban yahay waa shirweynaha madaxda wadamada, waa qayb shirweynaha wasiirada arrimaha dibadda, xoghaynta guud. Okay, waxaan soo gaaray marka la iligeynii ardayay casharka boobsiinay raali ka ahaada. Shay laba ka mid ah ujeedooyinka loo asaasay ururka ummadaha, qor laamaha ururka qaramada midoobay, intee dal ayaa ku midaysan ururka jaamacadda carabta? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.